موجودة هنا في حيز ذاتهم من ساعة ما جيتوا سكن؟ احنا هنا لنا 6 شهور، لا مستشفى ولا صيدلية ولا مواصلات، وما فيش أي خدمات هنا خالص غير الزبالة اللي حوالين المساكن والناموس اللي كلني. يعني هي الخدمات اللي موجودة هنا الخدمات لا فيه زبالة وناموس، وفيه ما فيش خدمات ولا مواصلات، لا فيه مواصلات ولا فيه هنا صيدلية. البيت ابني ده تعبت وخدناها ومشينا بقى يجي 6 كيلو على ما لقينا لها اي علاج. ما فيش اي حاجه هنا خالص. لا يا فندم حضرتك، ما فيش خدمات عامه متوفره خالص. يعني حضرتك عندنا المول هنا لو اشتغل يعني هيخدم الناس يعني هنا، ودلوقتي هو مش شغال، وما فيش اي محلات هنا ولا اي حاجه ولا صيدليات ولا اي حاجه خالص. ما فيش حد هيجي لنا بالليل هنا. هنا حته مقطوعه، المكان هنا مش امن خالص، بدليل اللي في ناس اتسرقت. لو امن كانت الناس ديت ما كانش حصل حادث سرقه ولا حصل اي حاجه من دي. طب ايه السبب في كده؟ السبب في كده اللي ما فيش تواجد امن هنا خالص. حتى لما رحنا الجهاز قبل كده رئيس الجهاز قال لك هكلم مركز الشرطه ينزل لكم دوريه، ما فيش حاجه نزلت. ما فيش حاجه نزلت. حتى يعني لو المكان امن ما كانش فيه تروسيكل يتصرف في عز الظهر في النهار. المشكله ان المدرسه متشطبه زي ما حضرتك شايف ومش شغال. هي المدرسه متسلمه من امتى؟ المدرسه متسلمه من 6 شهور، من ساعه وزير الاسكان ما كان موجود هنا. وزاره التربيه والتعليم اعلنت ان هو هيبدا تشغيلها امتى؟ ان هو ما عندوش اي فكره، مدير الاداره التعليميه ما عندوش اي فكره لتشغيلها، لان بيقول لك انا ما عنديش مدرس. ما فيش مدرس، اعمل لكم ايه؟ ده رد عليا. يا جماعه بالنسبه للمدرسه ايه ظروفها؟ قال لك الوقف على الاساس، الاساس جه بعد المدرسه فتحت بشهر. بعد ما الاساس جه ما لقاش فيه غفير او مدير يستلم الفر. اضطروا يودوه 25 عشان الغفير اللي موجود هناك ماسك المدرستين الاثنين. طب يا جماعه المدرسه هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ قال لك لا ده في عجز مدرسين. طبعا الناس بتتكلم بالنسبه يقول لك ما فيش حد ساكن هنا، في هنا حوالي 200 ل 300 اسره ساكنين. الوحده الصحيه طبعا كان في حادثه معانا هنا، كان في حد بالليل تعب وقع مثلا جسمه ميه سخنه جرينا بيه بالليل، ما فيش اي حد اضطر مثلا يشوف اي حد جاره، طلع بيجري على المستشفى بالليل، لان طبعا ده حاجه وارده ممكن تحصل لاي حد، جرينا بيه على تحت على طول. ده بالنسبه للوحده الصحيه.